في الحديث عن أفراحنا في زمن الكورونا وخلال اتصال هاتفي مع برنامج صباحكم نور أحد برامج نورسات الفضائية مكتبي نورسات والذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، تحدث الأرشمندريت الدكتور بسام شحتيت رئيس المحكمة الكنائسية البدائية للروم الكاثوليك عن حالات الزواج التي تمت في الكنيسة الأردنية في ظل الجائحة وتعليمات قانون الدفاع الأردني الخاص بالتقيد بالشروط الصحية والسلامة العامة والعدد المصرح به لحضور المناسبات لجميع المواطنين، كاشفاً قدسه أن كورونا سجلت إيجابيات في هذه المرحلة من خلال ابتعاد الناس عن مظاهر البذخ في المناسبات والتكاليف الباهظة التي كانت دارجة في الوقت السابق. بالنسبة للزواج تم عند الناس تأجيل، يعني الزيجات اللي كانت مقررة في شهر نيسان 2020 تأجلت، وفي شهر أيار خلال الحظر تم الاحتفال بخمسة منها في كنيسة رعايا الروم الكاثوليك. الاحتفال اللي صار كان ضمن إجراءات خاصة وكانت مشددة، فكان مطلوب من العريس أنه يحصل على تصريح من الدولة من رئاسة الوزراء ومن الداخلية، ومسموح لعشرة كانوا يحضروا، وأيضا كان في الكنيسة كل الإجراءات كانوا لازم يأخذوها بالنسبة للوقاية. ومن جهته دعا الأيكونومست سالم مدنات كاهن كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في العبدلي إلى ضرورة الاختصار في مناسباتنا الاجتماعية سواء في الأفراح أو الأحزان، وقال فبالماضي حقيقة كنا نشجع كثير من أولادنا وخطبنا قبل هيك، يعني قبل السنة الماضية اللي كانت خطبة رسمية كانت من الكنيسة، ولكن قبل هيك كان يجي شباب خطيب وخطيبته نلبسهم الدبل لحالهم بالكنيسة ويروحوا، ولكن كانت السنة الماضية هي أول خطبة لخطبان اللي هم بتذكروا فؤاد أبو الزلف وملاك منصور اللي هم أول اثنين لما أجوا استشاروني شجعتهم على هاي الفكرة، والحمد لله أنه أهاليهم كانوا متفاهمين وكان فعلا وجودهم بالكنيسة ووجود أهلهم كانوا مثابة عرس يعني. وأنا بكل وعظاتي وبكل قعداتي وحتى بدورات المقبلين على الزواج اللي بنعملها عندي في قاعة الكنيسة إنه بننبههم إنه بنترجاكم يا جماعة إنه نحاول نبتعد عن المظاهر الزائفة سواء بأفراحنا أو بأحزاننا، وبعتقد هاي الفترة فترة الكورونا أعطت درس، نعم إلها مضرة ولكن أعطت درس لكل عائلاتنا إنه نحاول نرجع للاختصار في أفراحنا وبأحزاننا. وحقيقة أبونا مش موضوع بس الخطب، يعني أعطي معلومة بسيطة، بجوز قبل أسبوعين كان عندي جنازة لشخص ماشي العدد الموجودين كانوا بجوز 10 أشخاص، لما إجا أول امبارح بدي أخذ ورقة مشان نحصل إرث بقول لي أبونا قديش كنت زعلان أنا إنه مثلا الوالد كانوا بس 10 أو 12 شخص، ولكن بالمقابل مبسوط انه ما انه لو انا بدي اعمل تكاليف ثانيه راح اتدين مشان اقوم في مصاريف العزاء لوالدي، ولكن بالمقابل انا مرتاح كثير انه ما كلفنا والدنا تكاليف الجنازه لو بالايام العاديه. كما ناشد الاستاذ عوني سليمان الاهالي بصفته والدا لعروس تمت خطبتها قبل ايام بضروره تعاون الجميع في ظل كورونا والالتزام بالاجراءات الوقائيه في المناسبات، مشيراً أنه أقام مؤخراً حفلة خطوبة لابنته في البيت بعدد محدود من المدعوين، لافتاً إلى أن أهم شيء في الزواج هو وجود الحب بين الطرفين العريس والعروس، وقال لما اتفقت أنا ونسايبنا أنه إحنا بدنا نجيب عدد بسيط من عندهم عدد بسيط من عندنا بسبب كورونا مشان موضوع الكورونا، فكانوا هم كثير لطيفين ومتقبلين الموضوع، وتعرفي أنتي الأستاذ اللي خطب بنتي محامي وهو بيعرف القوانين وبيعرف كل شيء. نعم. فاهتمينا في قوانين الدولة وحافظنا على الطابع الرئيسي اللي هو إنه أنت ما بتصير تجمع ناس وتعمل خطبة كبيرة. نعم. فهم أعطونا عدد من عندهم بسيط وإحنا أعطينا من عندنا عدد بسيط. نعم. فباقي الناس أنا كثير اعتذرت منهم واتصلت فيهم تلفونات وقلت لهم أنا بعتذر منكم لأنه موضوع الكورونا ما بقدر أجيب إلا عدد بسيط منكم وأنتوا عدد بسيط من عندي. نعم. فقال لي كل واحد منهم قدر الموضوع، وكثير منهم ناس قالوا لي عوني أنت بتعمل الصح. نعم. ف
صحيح انه لازم انا عندي امكانيات اعمل حفله كبيره واعزم الكل. نعم. وهذا يعني بقدر عليه انا والعريس لانه نعم. احنا اثنين عندنا امكانيات بس نعم. احنا اختصرنا كثير من الموضوع هذا لانه مهم احنا لما يطلع عنا اي اصابه لا سمح الله في الكورونا داخل الاحتفال وهذا شيء مهم اي واحد. واثنين لازم يكون الطرفين كثير متقبلين للموضوع واقول لك من اجمل الحفلات اللي كانت موجوده وكثير ناس اتصلوا فيه تلفون وشكروني وقالوا هاي عوني انت رائع انت اختصرت العدد وانت عملت حفل لبنتك وبنتي كانت مبسوطه والعريس كان مبسوط واهله كانوا مبسوطين وكان العدد جدا قليل ولكن كنا مبسوطين.